ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكم كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الله يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. الحمد لله. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. الحمد لله. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليكم. الله يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى. أفلا إيش تعقلون؟ تمام؟ أسمع بقى عشان المثل دائما يضرب المثل. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، هذا مثل واحد بني آدم صح، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. شفت كيف دائما المثل بين اثنان؟ That's the only choice in life. يا كده يا كده. That's the only choice in life. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون.
ايوه شوف بقى ايش قالوا له. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. أيوة قارون بقى، قصة قارون هاي عشان حاضر حضرتك، فجاء يقول لك أنت مين؟ الله أعلم أنت مين، خلق الله وما سيدي محمد لا أملك من الأمر شيء، بس زيارة غير مقبولة وغير and I did not call you in, you know, I did not come to you, you came to here, right? What is here? Is this your place? Is this your room? جيتني من مطرحك، ضربت المشوار عشان تعملها. اسمع بقى، اسمع، انت جيت هنا اسمع. ها، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنو بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه. اسمع بقى عشان تبقى عارف، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. أيوة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، تمام، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بجاه الله، اسمع بقى، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فبيقول لك ايش رد عليهم سقارون اللي هو حضرتك، يعني شبهك من سلالة قاتل أخي. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا، الحمد لله على منة الله، لخسف بنا. يا لطيف يا لطيف. ويكأنه لا يفلح الكافرون، لا يفلح الكافرون في المطلق بقى، حضرتك كافر عمرك ما حتفلح. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تقوى الله طول الوقت بيقول لك تقوى الله تقوى الله، اتقي 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 الحليم إذا غضب. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. أي والله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك حبيبي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك وعلى الأرواح الطاهرة التي حلت بفنائك وجوارك وتربتك الشريفة حبيبي. والله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حبيبي رسول الله. بالله نجيني من أمتك، يعني تعبت منهم يا سيد محمد، تعبت من أمتك، والله تعبانة، أنا تعبانة تعبت. إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك ولا يصد
يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. يا لطيف. آه يا سيد محمد، ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه حبيبي، له الحكم وإليه ترجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله رب العالمين. هو فين الأخضر؟